امتحان المعادلة مش بيكون
زي المعادله الامريكيه. هو حتى المانيا يا جماعه مش زي امريكا خالص، يعني محدش يجي يقارن بين دي ودي، ان يحط في اعتباره ان سواء في الالكتيف سواء في الفرص العمل او حتى في الورقه. الوضع في المانيا مختلف لحد كبير عن الوضع في امريكا، فاي حد عنده معلومات عن امريكا ما يحاولش يقارن في المانيا قوي، ان هي مش هتكون دقيقه. المعادله امتحان المعادله وبيسموه بلاش لاند تايب او امتحان المعادله، ده انا شايفه حقيقي ميزه، ميزه كبيره جدا 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 للناس اللي جايه من بره المانيا من اتحاد اوروبي بشكل، يعني هو الحاجه اللي يفكر في امتحان المعادله يلاقي ان النقابه او النظام اتحط علشان يعني هيكون تعبير يعني ممكن مقبول شويه لو قلنا عشان يقطع الاحتياجات دايما للقوى هناك، بسبب ان انت لما كنت بتروح تعمل البرنامج التدريبي بتاعك او المعيد بتاعك يعني، فكان بتتم عليك المغوص لغايه ما توصل لدرجه الانقاص او الفان ارتس بيسموها كده، بعد كده بتكون انت راح من قيس الاعمال، يعني يا اما يخليك يا اما ترجع ولا خلاص. امتحان المعادله ده يا جماعه بقى فرصه كويسه جدا، لان انت وانس ما اخدته انت بقى معاك تصريح للعمل دائم انك تشتغل فيه، مش بس المانيا بس، لا في اوروبا كلها، في اوروبا كلها. بما فيها انجلترا النقطه دي يعني احنا لغايه دلوقتي مش متاكدين منها قوي الحقيقه، ولكن يعني الكلام فيها يعني بالنسبه للالمان اللي درسوا في المانيا اللي اخذ امتحان العمل اللي معاه الابورتيون ده اللي هو تصريح العمل ده بالتاكيد ممكن يروح يشتغل في انجلترا. وانا لما كنت هناك كان في فعلا طبيبه بعد ما اتخرجت على طول كانت في 2010 وراحت تشتغل سنتين في انجلترا، كل اللي هي عملته ان هي بتدفع حوالي 550 يورو تقريبا عشان تسجل في الجنرال ميديكال كاونسل هناك وعادي تستلم الوظيفه بتاعتها، مفيش مشكله. تساؤلنا احنا هل الناس اللي من بره المانيا اللي اخذت المعادله دي هل ممكن تشتغل في انجلترا مثلا؟ دي مش فاكرين منها الحقيقه يعني. هو معظم الكلام عن المعادله ممكن يعني حاجات كتير بنكون شاطر فيه لان هي بقى لها سنه، فحتى نظامها والناس اللي بتاخدها ازاي وشكل الامتحان بيختلف من مكان للتاني، يعني مش دي قضيتنا قوي دلوقتي. خلينا بس نتكلم في الاول ان انت بالشهاده اللي معاك اللي انت اتخرجت بيها من الكليه بتصريح العمل اللي انت اخدته من مصر، انت ممكن جدا تروح تاخد وظيفه المانيا، ولكن في شويه متطلبات هم بيطلبوها منك. اما كل اللغه الالمانيه مش بس شهاده، يعني ما تفكرش ان مجرد اخذت المستوى كله بي 2 فانت يكون الوضع مرحب بيه جدا، يعني الموضوع مش كده. الالمان يهمهم الشهادات مش بالظبط قوي، يعني انت عشان تاخد وظيفه عشان التصريح او مثلا العمل هناك يديك الوظيفه مش هتتهم من غير ما يكون معاك الشهاده اللي تاخدها اللي هي بي 2. طيب لو معاك الشهاده دي بس اللغه مش كويسه، اللغه مهمه جدا واللغه كاتقان حقيقي مش بس دي الشهادة اللي هي بي 2 بيكون كويس، ولكن مش كافي لدرجة إن أنت تتعامل مع يا جماعة. تخيلوا إن أنت هناك بتكون الحياة كلها بالألمانية، يعني محدش يفتكر إن هو إن الإنجلش هيكون كافي مثلا أو إن أنت في تقارب، لا أنت في حياة كاملة، يعني أنت بتتكلم مع زمايلك بالألمانية بتعيشهم، تاخد هيستوري كام اكزامينيشن، تحط ديفرنشال دايجنوز، تحط خطة علاجية، بتكتب تقرير كله الألماني، يعني الموضوع مش مجرد إن شهادة أنا بحصل عليها عشان تبقى جاني الوظيفة، لا الموضوع مش كده، الموضوع إن فعلا دي حياة كاملة. عشان كده اللي بدأ ياخد اللغة أو اللي بدأ يدرسها مهم جدا إن هو يتعامل. بقول يا جماعة مهم جدا إن اللي بيدرس لغة يتعامل معاها من الأول خالص، مش مجرد بس الشهاده اللي بياخدها عشان يحصل على وظيفه، لان هي اسلوب حياه. زي ما قلت لكم المستوى المطلوب هو بيتو، يعني ده المطلوب فعليا. وفي بعض الولايات على فكره لا الموضوع على يعني كاسل
الاول محتاجين نعرف الاولانيه فيها حوالي 16 ولايه. 16 ولايه دول لكل ولايه بيكون فيها مجموعه من المدن. كويس؟ في ثلاث ولايات منهم اسمها مدن الولايات، مدن الولايات زي برلين، زي هامبورغ، زي برلين. الثلاث مدن اسمهم مدن الولايات. بعض الولايات زي هيسن مثلا، هيسن فيها فرانكفورت، دي مش بتقبل حد يشتغل فيها اقل ما يكون مستويات سي 1 يعني. كويس؟ انما معظم الولايات الثانيه المفروض المستوى هو B2. B2 ده انت ممكن تحققه لو درست اللغه بشكل مكثف. يعني انا اسرع واحد شفته عملها الحقيقه كان 9 شهور. بس 9 شهور دي انا حاسس ان يعني هي صعبه. هو كان هو زميلنا هنا ودفعه اكبر مننا شويه، دفعه 2005، وحاليا هو ملك كارديولوجي في المانيا. بس هو خدها، هو مجتهد جدا الحقيقه فعملها بسرعه. ولكن الطبيعي انت لو مشيت بشكل الطبيعي في جوته مثلا هتلاقي ممكن تخلصها في 1.5 سنة. طيب الاماكن اللي ممكن تاخد فيها اللغه، طبعا على راسها جوته انستيتيوت، ده من احسن الاماكن الحقيقه. ولكن هو تقريبا هو غالي شويه، خصوصا ان كل فتره الموضوع بيغلى اكتر من الاول. انا كنت حاسب مثلا في 2010 ان انت ممكن تخلص اللغه كلها بحوالي 3000 جنيه، انك تخلص كل المستويات وانك تعمل امتحان. دلوقتي الموضوع بقى، نظام الليفلز اختلف، كانوا بيقسموها ليفلين في كل مستوى، دلوقتي بقوا 3. فكل ما في 12 مستوى تقريبا بقى فتجاوز النقطه دي. في حاجات ثانية أكيد طبعاً أنت تتعلم فيها اللغة الألمانية، منها القوات المسلحة، في ناس تروح هناك. أنا ما عنديش تجربة قوي الحقيقة للقوات المسلحة، أنا ما رحتش هناك وما أعرفش نظام اللغة عامل إزاي. ولكن يعني حتى ما عنديش خبرة الناس اللي راحت هناك، يتهيألي إن هما ممكن يفيدوكم حاجة أكتر من كده. بس هو المهم الحقيقة زي ما قلت لكم كده، اللي بيوفروا الجودة أنا شايف إن ممكن صعب شوية توفروا في القوات المسلحة، إن هو بيهيئ لك الوضع. يعني يا جماعه هو الجيش ده اسمه المركز الثقافي الالماني، هو في الحقيقه مش بيعلمك اللغه بقدر ما هو بيعلمك الثقافه الالمانيه، بيعلمك الانتجريشن، بيعلمك ازاي تتفاعل مع الناس، حتى في الكلام مع الناس اللي بتشتغل، في الناس اللي بتاخد كورس مع بعض، الاكتيفيتيز المختلفه، كل دي بتكون يعني بتنقلك زي صوره للتعامل هناك. في اماكن ثانيه في البرايفت سنترز بدات تفتح من سنه 2009 تقريبا، في منها مثلا في كتير سامع عن فرامو المربولي، وانا اخذت معاه جوته زمان الحقيقه، ورحت لها حتى في البرايفت سنتر. انا خلصت في 2010 ورحت لها تقريبا 2011 في اولها كده يعني. فهي ممتازه جدا جدا الحقيقه، ودي كويسه جدا وارخص من جوته شويه يعني، ارخص من جوته شويه. و يعني كان تجربه كويسه. تروح انهي بقى؟ تروح البرايفت سنترز، تروح القوات المسلحه. ده بيتوقف على اختيارك انت. يعني انا عايز اقول لكم هي دي بتفرق ومهمه، ولكن في وسائل كتير الواحد ممكن يحقق بيها المستوى. ما يعتمدش بس على الكورس. يعني في عندكم موقع اسمه دويتش فيلا. الموقع ده بيوفر كورسات مجانيه للالمانيه، بيوفر بيئه صور مختلفه عن الثقافه هناك، بيساعد جدا في تحسين اللغه لمستويات عاليه كمان. يعني ممكن بعد توصل سي 1 تلاقي لسه في حاجات بتساعدك ان انت تحسن اللغه بتاعتك. طيب ايه حكايه؟ انا اتكلمت عن وصف المعادله وقلت ان ممكن حد اللي بيحصل ايه يا جماعه؟ اللي بيحصل ان انت في سؤال؟ نعم؟ اسمه دويتش فيلا. طيب بصوا يا جماعه، انا هقول لكم حاجه، احنا ممكن يعني الاحتياجات والحاجات دي كلها في الاخر مثلا ممكن اعتبر لكم على جنس ولا حاجه، او احط لكم فايلز كمان تساعدكم في النقط دي. فما تقلقوش في الاخر خالص، يعني لو في اي حاجه مثاليه يعني في الاسئله ان شاء الله راح اقفلها في كلهم. دلوقتي احنا بنتكلم عن حد عايز يروح ياخد وظيفه هناك، فهو خلص معاه شهاده التخرج بتاعته، معاه شهاده الامتياز، معاه تصريح العمل، معاه شهاده اللغه. هو عادي طبيعي يعني اللي بيحصل المعتاد، ان في ناس بتروح تعمل اول اوستاتيون يعني يروح يتدرب في مستشفى. ايش دي اوستاتيون؟ يعني انت مش مصرح ليك انك تلبس عيان حقيقي انت اللي بيحصل. حقيقه انت بتاخد اوستاتيون بس بتروح، هم ما عندهمش مشكله يعني. في ناس عندها تفكير ان انت روحت
البيت الورقه دي مش هتفهم ساعات بتاعه ساعات بتاعه تلاقي جدا الكلام ده مش مظبوط الكلام مش مظبوط خالص خالص يعني بالعكس انا ما كنت هناك يعني كنت طالب ساتيون المفروض ولا وكنت يعني بتعامل مع عيني خالص كل الافكارز اللي بعملها تقريبا ان هي هناك كل ده بعملها طبعا في كده ممكن يعني انت لو تعرف تعمل حاجه هيخلوك تعمل انت لا تفوت دي خالص لو ما تعرفش تعمل حاجه كمان ممكن يعلمها لك ان في حاجات اتعلمتها هناك ما كنتش لسه انا طلعت من ذات الامتياز ما كنتش لسه عملت اي براكتس هنا في المستشفى فكان في حاجات لسه ما اتعلمتهاش اتعلمتها هناك بس انت ممكن يعني هو يتاكد الاول بس ما تبقاش تعرف تعملها وبعدين يسيبوك يعني ارجع للنقطه بتاعت ان انت عايز تروح هناك خلاص اخدت كل الاوراق بتاعتك الاوراق دي ما تروحش تسويها قوي معاك يعني تفكر في الموضوع انا ما اعرفش حد الاوراق دي دلوقتي هي موجوده قدامي بس انا مش حافظها يعني مش هي النقطه اللي شغاله انت بتكون خلاص احتجت انك خلاص قررت ورايح طب تجيب الاوراق ان شاء الله يبقى خلاص يعني اللي بيحصل ان الناس بتروح تعمل ستيون شهر او اثنين في مستشفى معينه اثناء الفتره دي هو بيدور على فرص مستشفيات مختلفه يعني بياخد انترفيو بيدور على الوظائف في مواقع مختلفه يوصل الوظائف ليها فبيبعت ايميل مثلا لو مثلا تاسك يقول له انا قريت الاعلان بتاعك وانا انترستد ان انا اجي اشتغل في القسم عندك فبيعمل معاه انترفيو لو عمل انترفيو ونجح فيه فبيعمل حاجه اسمها التوزار ده التوزار ده يعني وعد ده ان هو يشتغل عنده يقدر يقدم بعد كده على وزاره العمل ويروح يوم العمل اول ما بيقضي العقد بيروح بعد كده مصلحه الاجانب وياخد تصريح العمل اسمه تصريح عمل مؤقت، تصريح عمل مؤقت ده بيسمح لك تشتغل هناك يعني اماكن مختلفة، في اماكن تسمعك 6 شهور، في اماكن سنة، في سنة ونص. في كل الأحوال أنت لازم في خلال سنتين من وجودك في ألمانيا تكون دخلت امتحان المعادلة اللي هو بيبقى في الاستفادة. امتحان المعادلة ده بشكل عامل ازاي؟ بيكون عبارة عن ثلاث أفراد، ثلاث أجزاء، جزء جراحة وجزء بطنة وجزء مادة ثالثة هم اللي بيحددوها. ما بيكونش امتحان تحليلي يعني بيكون امتحان جدولي يعني انت بتيجي تقعد مع ثلاث امتحانين فالامتحان بتاع الجراحه يقول لك مثلا انت جالك حاله بيرين بيرتين تتعامل معاها ازاي؟ كويس؟ زي امتحان شفنا عندنا كده تقريبا وكل امتحان كل لجنه بتقعد فيها حوالي ثلث ساعه امتحان سهل ولا صعب؟ شغل سهل ولا شغل صعب؟ التجارب فيه مختلفه تجارب فيه مختلفة، في ناس دخلتهم ولم توفق يعني، ولكن أكيد يعني إن هو بيكون محتاج قبليها، يعني أنت ممكن لو قعدت يعني شهرين ثلاث شهور تستعد قبليها، هتجيب كل الكتب بتاعتهم وتقراها، ف هتكون فرصة كويسة يعني، بس هي دي النقطة. يعني في خلال السنتين لازم تكون دخلت الامتحان، طيب لو أنت دخلت الامتحان مرة وما وفقتش ليك فرصة تانية، وصلتش في التانية، فرصة تالتة. بعد الفرصة التالتة خلاص، ممكن المحاضرة خلصت كده. بس يعني أنا شايف إن فرصة كويسة، يعني مش شايف إن دي حاجة تبعوا الأحوال الحقيقة. لأن زي ما قلت لكم، أنا ما اتكلمتش عن نقطة البرنامج التدريبي هناك عامل إزاي، أنت بتروح هناك بيكون وضعك عامل إزاي. كتوظيف أنت من أول يوم بتستلم فيه شغل عادي هتاخد مرتب زيك زي الألمان بالظبط. مفيش تفرقة يعني واحد جاي هو مش عارف من بلد تانية او حد يعني هو الماني مثلا لا بالنسبه للتدريب بقى هنلاقي يا جماعه احنا عندنا هنا الوضع مختلف شويه انت عشان تكون اخصائي في تخصص ما لازم تقدم رساله وتناقشها بعدين تاخد اول ما تاخد الرساله فانت اللي بتسجل في المنطقه انك اخصائي يعني الدرجات الوظيفيه المرتبطه بالابحاث الاكاديميه دي طلع عندنا سبوت في الجزيرة أنا فاهم الحقيقة والله مش كده خالص الوقت عنده بس واقعيا المتسم بتشتغل فيه ده بتقعد فترة تدريبية في التخصص اللي أنت واخده بيختلف من واحد للتاني يعني مثلا عندك تخصص زي البطنة في ممكن تقعد تقريبا حوالي 60 شهر 60 شهر علشان تحقق درجه التخصص بعد كده تبدا تدخل بيختلف من تخصص للتاني اللي هي كلها بتروح من 5 سنين وسبع سنين في تخصصات البرنامج التدريبي بتاعها يؤهلك لدرجه انك تبقى اخصائي او فرق خلال 5 سنين وفي درجات في تخصصات تانيه تحتاج حوالي 7 سنين
تختلف الحاجة الثانية على حسب الخصوصة بتاع يستخدمها. بس بعد ما تبدأ السبع سنين دي أو الخمس سنين يعني الحقيقة بتختلف شوية في المستشفيات الجامعية. دي نقطة كمان جديدة يا جماعة، يعني أنت لو فاتتك نيابة الجامعة وصلان قوي ممكن يكون ربنا مختبرك في نيابة الجامعة في ألمانيا، ودي حصلت على فكرة مش محتاجة حاجة. يعني في ولاية اسمها زاغلن دي موجودة في غرب ألمانيا في الحدود مع فرنسا، ونعرف ناس مصريين، واحد أخذ نيابة الهيروجينات واحد أخذ نيابة الهيروجين مسالك وأمراض عصبية. فالفكرة في نيابة الجامعة اللي طبعا كانت صعبة شوية تحتاج مستوى عالي، يعني أعلى من اللغة قوي جدا، تحتاج معرفة كبيرة جدا جدا جدا، تكون مرتبطة بأبحاث، يعني كل ضغط عليك كبير جدا الحقيقة. في ألمان نفسهم بيتربوا من حاجة زي كده. أنا كنت هناك كان معايا هيد سايكاتري قعد ثلاث سنين في جامعة ال ام او ودي في ميونخ، وبعدين راح مستشفى، يعني مستشفى صغيرة، يعني مستشفى يعني لا تقارن بالجامعة اللي كان فيها، لأن الضغط اللي كان عليه ما يصلحلوش. فأنت ممكن حتى تاخد نيابة الجامعة مرتبطة، أي نعم هي صعبة شوية، صعبة طبعا مفيش كلام، ولكن ممكن يعني زي ما قلت لك كنت هتخلص برنامج التدريب بتاعك، بعد كده تدخل برنامج الامتحان الاختصاص. امتحان الاختصاص برضه زي امتحان المعادلة كده، يعني برضه ساعات قد ايه حوالي شهرين ولا حاجة بيكون تقييم، بعدين تاخد برنامج الاختصاص فقط. الناس بقى بتختلف، يعني فقط في ناس فقط عشان تروح بيها الخليج او حاجه زي كده. احنا عندنا مصر اللي كانت 2003 كانت فقط دي بعدها ام دي، ام دي يعني دكتوراه، مش عارف ايه اللي حصل بالظبط يعني بعد كده، لان هم قالوا لا الفقط هنعدلها عندنا في النقابه الدوليه الاخصائي، يعني اللي عمل برنامج بايت ابيلون في المانيا وبعدين بقى فقط ورجع مصر هي درجه اخصائي، يعني مكتوب كده في النقابه. بس ده بالنسبه للنقطه بتاعت الفرشة بيكون او الاختصاص في المانيا. طيب نيجي نقطه الخبره، هل الخبره مطلوبه؟ في الحقيقه يعني انت ك طالب او طبيب حديث التخرج ممكن جدا انك تروح تشتغل في حته على طول، ممكن في بعض الاماكن كده بتعمل حاجه زي كده، فلو حد معاه خبره اكيد طبعا دي بتكون برضه عليك. ولكن اهم حاجه اللي بيحدد المعيار الاكبر في القبول هو درجه اجادتك للغه. درجه اجادتك للغه مش زي ما قلت لك كده بس الشهاده، لا لازم تكون اجاده فعليه، بس هي الخبره طبعا دي بتخليك تاخد فرص اكتر، ولكن لو انت معاك خبره ولغه كويسه جدا فدي بتسهل لك اكيد الصعوبه. طيب الماجستير والدكتوراه نفس الفكره، انا قلت لكم ان هي يعني مش بتعتمد قوي الشهادات مطلوبه علشان تاخد مكان معين، ولكن اهم حاجه الخبره الفعليه. الخبره الفعليه دي يعني هو طبعا يعني الشهاده زي ما بتقول مهمه للحاجات الروتينيه او الحاجات المختصه في مكتب العمل، شهاده اللغه بتقول دي اللي بتهم مكتب العمل، اللي يهم رئيس مكتب العمل اللي بيشتغل يعني كويس. طيب اللي يهم المستشفى ان انت تكون فاهم تتكلم كويس، مجرد ما يكونش عارف بس دي شهادة. طيب في حاجة مهمة جدا، احنا في انت بس عشان لما تجهز الأوراق بتاعتك تكون محتاج انك تترجمها الأول للغة الألمانية، بعد كده بتوثقها في السفارة. سجلوا المعلومة دي، أي حد مهتم بالطريقة الألمانية، توثيق الورق في السفارة الألمانية بيكون بيدفع فلوس مجانا، فهو ده أقل من 26 سنة. لو انت عمرك اكثر من 26 سنه الورقه بتتكلف حوالي 500 جنيه 450 حاجه كده، الفرنج ده مش فاكر بالظبط يعني، ولكن يعني فانت عمرك اقل من 26 سنه في اوراق محتاج انك توصلها، يعني زي شهاده الامتياز، زي شهاده البكالوريوس، زي شهاده الميلاد، لو حد متجوز بيوصل شهاده سنه الزواج، يعني الحاجات دي كلها. طيب انا كده خلاص كنت عليه فاضل فيه 10 دقايق، وبعد كده اسيبكم لكم لو حد عنده اسئله يا جماعه. حد دلوقتي قرر مثلا ان هو هياخد الفريق بتاع المانيا، عايز يكمل برنامج الاختصاص بتاعه هناك وهو لسه طالب، فاهم حاجه الخط مبدا ان يتعلم اللغه. يبدا يتعلم اللغه في اي مكان مش هتفرق قوي، ولكن يكون يحاول يبني هي جهه فعليه، لو لقى اصلا تقصير في مكان معين يحاول يعوضه مثلا بالمواقع المختلفه، في فيديوهات على اليوتيوب دلوقتي الانترنت يعني
بيتيح لينا فرص كثيره جدا في التعلم، بيدور على سايتس هيلاقي اي فين. حاجه ثانيه انه يعمل تدريب اثناء ما هو طالب، دي هتكون حاجه مفيده جدا يا جماعه. وبعدين كده كتير كده انا نفسي اقول لكم ان نظام التعليم الطبي في المانيا مختلف شويه عندنا. احنا بندرس 6 سنين هم بيدرسوا 5 سنين حقيقه. طبعا من 5 سنين والسنه السادسه عندهم بتكون سنه الامتياز. احنا عندنا 6 والسنه 7 امتياز فاحنا بنقعد اكثر. النظام بيكون كالتالي، بيكون اول سنين اول سنتين حاجه اسمها فور كلينيك زي عندنا كده اناتوميك سيولوجي والحاجات دي كلها. بعد كده اول السنه الثالثه بقى لغايه الخمسه يعني ثالثه واربعه وخمسه بياخد حاجات احنا بناخدها من اول السنه الثالثه لغايه سنه سته. يعني تعجبت جدا، كنت قاعد بتكلم في مره مع حد بيقول لي انا في سنه 5 او في رابعه تقريبا اخذ نساء وانترنال ميدسن فاطمه واخذ مسالك واخذ اطفال كل سنه واحده. فطبعا دي حاجه جامده. احنا الحقيقه عندنا المناهج اكتر وممكن حد يشوف عيب او يعني الدكتور ده هيبقى احلى، بس الحقيقه يا جماعه ايه والله مش حاجة مثلا او احنا بنروح هناك كل مصر كل مكان كده بتاعي كل مصر وصلت معاهم هناك بيكون ناس جادين جدا مخلصين جدا في الروح معلوماتهم كويسه كويسه حقيقي فعلا يعني. يعني دي نقطة تخسر بينا الحقيقة. دلوقتي احنا ده ما يمنعش ان احنا يعني ظروفنا أصعب شوية في ان احنا ناخد مكان هناك من الناس بتوع شرق أوروبا، الناس بتوع شرق أوروبا هم المفضلين عندنا لعدة أسباب. أنتوا عارفين إن الحياة الأوروبية دلوقتي خلاص ما فيش حاجة اسمها فيزا من الدول. هو بيتنقل من البلد اللي عنده يروح هناك مش محتاج بقى يقول لك معاك فيزا وتقعد تستنى يديك معاد بعديها بشهرين وتروح تعمل مقابله وبعد المقابله تستنى ورقك على ما يشوف كيف هناك وممكن تتقابل وتفكر ما عندوش الفكره دي. الحاجه الثانيه ان هم يعني ثقافيا يعني متقاربين اكثر مننا. يعني احنا في عادات وفي قيم كتير جدا احنا بنحافظ عليها مختلفه عن المجتمع الالماني. المجتمع بتاع شرق اوروبا يعني تكاد تكون القيم متقاربه جدا يعني لا تكون واحده يعني. فدي نقطة ثانية. النقطة الثالثة إن هما للأسف المناهج بتاعتهم مكتوبة يعني بصوا يا جماعة في حاجة اسمها كورس ديسكريبشن. الكورس ديسكريبشن ده مكتوب بشكل كويس جدا في الدول بتاعت شرق أوروبا أو حتى في الأردن، وده بيسهلهم جدا إن هو لما يجي يقدم على امتحان المعادلة أو حتى يقارن المنهج بتاعه بالمنهج بتاع ألمانيا عشان ممكن ياخد المعادلة ياخد تصريح عمل الدائم من غير ما يدخل الامتحان. في بعض اماكن في المانيا الحقيقه بتوفر حاجه زي كده، ولكن زي ما قلت لكم ان ده مش الجنيه العام في الحصول على الابروباسيون او تصريح عمل الدائم ان حد ياخده من غير امتحان. مش ده الاتجاه الدائم، الاتجاه الدائم ان الناس بتقدم على الامتحان وتدخل. بس انا كنت بقول لهم ان حد يعني بتتكلم على السنين اول سنتين خلاص بكلينيك بعد كده كلينيكال. في المانيا بقى يا جماعه هما بين السيمسترز مختلفة في بيطلب منهم الطلبة الألمان إن هما يعملوا تدريب في مع التمريض كويس. دي حقيقة بيقعدوا حوالي 3 شهور تقريبا يعملوا تدريب مع التمريض. يعني هو ينزل معاهم كفوق الطب يتدرب على الشرطة على كل تاني يعني. بعد كده في حاجة اسمها كامولاتور. كامولاتور دي برضه بتكون 3 شهور في خلال السنين بتاعت الكلينيكال. بعد ما بيخلص السيمستر رقم 10 تمام هي سنة 5 يبدأ بقى سنة الامتياز. سنة الامتياز خليكم فاكرين بس أنا عايز أركز على نقطتين اللي هي الكارديناتور والبراكتيسيار أو سنة الامتياز هناك. سنة الامتياز حتى في ألمانيا مختلفة عندنا شوية. هما هناك بيقسموا السنة كلها من 12 رقم على 3 تخصصات. في تخصصين إجباري إن أي طالب طب في ألمانيا ياخدهم هو البطنة والجراحة، يعني 4 شهور هنا 4 شهور هنا. بعد كده ال4 شهور الفاضيين في السنة هو بيختارهم بالتخصص اللي هو عايزه. عايز نيورولوجي يروح نيورولوجي، عايز بايولوجي يروح بايولوجي، عايز اطفال يروح اطفال، يعني على حسب ما هو يحتاج. انا بتكلم في النقطه دي عشان قلت ان المهتم بالسيك المانيا وعايز يعملها فهتكون حاجه كويسه جدا ان هو يعمل تدريب اثناء ما هو طالب. ودي على فكره ممكن ما تكلفهوش حاجه خالص خالص خالص.
ليه؟ لأن طالما هو طالب هو ممكن يقدم لأي مستشفى نهائي إن هو كطالب فامولاتور أو فامولانت اللي هو لو لسه ما خدش سنتي تيز أو إن هو يوث لاب أو براكتس يار شيلانج طالب سنتي تيز ويقدم هناك بأوراق معينة يقيد هناك في الجامعة اللي تابعة ليها المستشفى التعليمية إن هو طالب وفي الحالة دي يا جماعة هو عمل كأي طالب ألماني يعني كأنك بالفعل رحت أخذت جزء من دراستك فأنا لقيت مقارنة دول ومعترفين بيك تماما كأنك طالب في الحالة دي هتعمل زي الطالب تماما يعني لو في ستيودنت لون مثلا هتقعد فيه تبع المستشفى هتقعد فيه مش هتدفع فلوس لو المستشفى اللي أنت رايح بتدي طلبة الامتياز فلوس أو مرتب هتاخدها زيهم ولكن في أوراق معينة تتفضل منك إنك تعمل حاجة زي كده مش عارف تعملها إلا لو أنت مستوى قوي جدا في اللغة الألمانية لازم يكون مستوى قوي لأن أنت مش هتعرف تدور على الأماكن والمكتبة عند الراجل المسؤول عن البيرسونال أبايرن أو شؤون الأشخاص إنك عايز تجيله أو حتى توصل للوقت بتاع الإنصاف عشان تبقى ولكن دي فكرة ممكنة لو حد عايز فعلا يروح وهو طالب أثناء الكلية أو هو سنة الامتياز ممكن يقدم الطريقة دي إن هو يعني هيروح يعني يبقى مسجل عندهم كطالب ولو سجل عندهم كطالب خلاص هيعمل زيهم بالظبط فغير كده أنا كنت أعرف معلومة دي الحقيقة مرة واحدة ما كنت أعرف دي خالص أنا طلعت في فيزا هنا في شركتهم هي شيء من سيك سياحة عادية خالص وما كنت أعرف معلومة دي طلعت إن أنا كنت مقيد هناك كطالب في الجامعة مثلا كنت في برلين فلو أنا عملت الفكرة دي كنت مقيد تبع شركتي في جامعة فضل في ألمانيا في برلين فأنا كنت عارف الحكاية دي فرحت بس كانت عادي يعني طلعت بس ستودنت مش مقيد في الجامعة بس فدي نقطة تانية مهمة فأنت لو مهتم هتكون حاجة مفيدة جدا بالنسبة لك إنك تعمل الخطوة دي نقطة طالب يعني هتساعدك إنك تحسن اللغة بتاعتك وإنك تعرف نظام طول هناك في ألمانيا ماشي إزاي نظام مختلف خالص عندنا يعني هناك في شغل كتير إحنا ممكن نشوفه إن هو عمل مش بصميم الطب هو بيشتغلوا هناك يعني معظم الوقت هناك يعني هو بيكون مسؤول إن هو يقعد على الكمبيوتر ويكتب حياة المرضى أو شغل إداري يعني نقدر نسميه شغل إداري ولكن في جزء من المعرفة الطبية الشغل الإداري مش موجود عندنا يعني إحنا عندنا هنا التقرير اللي بيعمله الطبيب هو خارج من المستشفى مش بيبذل فيه الوقت اللي بيبذل في ألمانيا هناك طبعا في كمبيوتر سيستم فكل نائب يكون قاعد على الكمبيوتر بتاعه يقعد يكتب الحاله جات له الهيستوري بتاعه موجود في ايه الاكزامينشن الفريشل دايجنوز اللي هو حاطه واستثنى كل واحد منه ازاي يعني حاجه كامله يا جماعه بحيث ان لو هو راح لاي حد بعد كده المريض ده ويقعد عليه فتره لو كان موجود في المستشفى فهو بيفهمه كويس كان عنده ايه بالظبط فهتعرف الكلام ده كله مش عارفه لو انت قاعد هنا مش هتحقق بالنسبه لك الا لما تروح هناك وتشوف هو عامل ازاي. الحاجه الثانيه ان انت هتاخد بقى اكيد سوارمس او انفيرنس تليف او ليتر اوف ريكومنديشن ان الراجل اللي انت كنت عنده وان انت كنت مجتهد او حاجه زي كده. فالحاجه زي كده برضه اكيد هتساعدك انك لو دي تقدم على وظيفه مثلا هناك او حاجه زي كده. متهيألي انا قلت كل اللي عندي انا بس محتاج اقول لكم فكرة انك ازاي تراسل او حاجة زي كده ببساطة خالص انت ممكن مثلا في موقع اسمه clinicin.de clinicin يعني تدخل هناك يجيب لك عايز تدور على مستشفى مثلا فرانكفورت فبتكتب فرانكفورت تطلع لك المستشفيات اللي فيها فبتدخل على لو انت تروح جاست شوية على طول في التلتينون عادي اللي هو التدريب لازم تكون مقيد في الجامعة دي مش فاهم يعني دي خطواتها ابسط من خطوات انت تبقى مقيد في الجامعة هناك كل اللي انت محتاجه انك تطلع على المستشفى تبعت الرسالة بس على السكرتيرة بتاعته فلاني ودرست برضه في الجامعة الفلانية ومستوى في اللغة كذا عايز يجي عندكم شهر او شهرين في التخصص بتاعكم ده وتستنى يرد عليك ممكن يقبل ممكن يرفض لو قبلوا هيبقى طول الدعوة الدعوة دي بنحجز بيها معاه في السفارة بتروح السفارة تقول لهم انا بوقعي دعوة من فترة كذا لفترة كذا من قبل الشغل دي الألمانية وانا طالب طب تحط شوية أوراق تعرفهم برضه وقتها موجودة على مواقع السفارة وتروح هناك
بالنسبة للتكلفة بيختلف المكان التاني. زي ما قلت في مستشفيات ممكن توفر لهم إقامة، حتى لو أنت رايح بوستن، لو أنت رايح لعلم كل قاعدة في الجامعة ممكن مستشفيات توفر لك إقامة. ولكن علشان تاخد مرتب الامتياز عندهم أو الفارمولاند، فده مش بيلحقك أبدا. انسى تماما أنت تعمل حاجة زي كده، تكون مقيم في الجامعة وتكون واخد الفيزا بتاعت اللي هو فيزا دي مش سي، يعني سي دي يعني انسى. تمام، انت حاطط وضع مختلف عن أمريكا، صعب جدا إنك تشتغل إيليجال في ألمانيا، وضع مش زي أمريكا أو زي إنجلترا، هو صعب حقيقي. بس وبتروح هناك بتقضي فترة تدريب، حضرتك أنا كده خلصت يعني خدت طويل، فرت دلوقتي المحاضرة بتاعت دكتور مشاري، بس ممكن نستأذنه في يعني 10 دقايق أو ربع ساعة أسئلة تكون عندكم أسئلة. تمام، هو ده بيتحدد الحقيقة على حسب أنت بتتكلم في حالة أنت ما عندكش جيش أو حاجة زي كده. يعني ممكن مثلا لو قلت اندسكوبي هناك
الاندوسكوبي الطبيب ممكن يفهمها، المريض مش هيفهمها، مش هيفهم يعني اندوسكوبي. فحتى دي ممكن تكون محتاجه انك تعرف معناها بالالمانيه عشان تقول للعيان لو انت بتعمل اندوسكوبي كمان. بس فانت بتقول لهم مش مخصوص يا جماعه وهيقبلوه مش مشكله، ولكن الافاده لو انت معاك اللغه، لان كله مناقشه حالات، المناقشه اليوميه بتاع الحالات، الفيزيكا بتاع العيانين، رئيس القسم بتاع الجيناتيك، يعني كله الالمان. فلو معاكش الالمان هيكون الموضوع مش مفيد قوي الحقيقه. يعني انا مشجع الناس تروح تاكل بي 1 ولا حاجه، اقل من كده مش مفيد. لا دكتور، انا قلت ان انت من اول يوم تجارب الماضي في العقد ورحت دي بهيئه او مصلحه الاجانب، يعني من اول يوم طبيب بتشتغل في القسم ده. انت مش تبقى جدي، لا انت خلاص تكون بدات تدخل في البرنامج الاختصاص. يعني لو انت رايح على الرقمه فانت خلاص تبقى من اول يوم في الرقمه كويس، وبتقعد الخمس سنين او السبع سنين على حسب فتره التدريب دي وبتخلصها تدخل الامتحان. فلا مش تبقى جدي يعني. يعني تتراوح بين 1800 و2200
ده النت مش البروتو يعني الكوارتر قبل ما تحصل منه الدولار بعد ما تحصل منه الدولار اسمه نت فالنت ده بيكون حوالي 2200 مثلا 1200 دول بيكون كافيين الحقيقه بيكون كافيين ان انت حتى لو انت عندك اسره صغيره هناك فجاي الناس عشان هناك كل نوع يكون كافي اللغه اللي في حاجه ثانيه يا جماعه حاجه اسمها تيمس التيمس دي اللي هي المغطيات دي بتكون برضه اتصلت او بتكون مفاوضه لك يا جماعه المرتب المرتب بيزيد كل سنه تقريبا في حوالي 200 يورو على حسب الكلام اللي بتشتغل الناس بتشتغل هناك الحياه هناك مش مختلفه قوي عندنا هنا في مصر الحقيقه يعني برضه تخيل المكان التاني عشان تكون واقعي معايا فاماكن زي ميونخ مثلا ميونخ دي من اغلى اماكن ممكن تروح في المانيا يعني مثلا جامعه زي الام او لو انت عايز تروح هناك صح فهي الاماكن او السكن بتاعها بيتكلف شهر واحد 390 يورو عشان تاخد اوضه واحده تبع جامعه زي الام بينما لو قارنت اماكن تانيه ممكن تلاقي ممكن سكن يوصل 180 يورو في شهر واحد تمام بالنسبه لكام فاضي لحد عايز يعمل 180 بس بعض الاماكن ممكن تديك سكن اصلا مش حفله خالص تمام بس الحاجات التانيه بتاعت الحياه يعني مختلفه يعني ما اقدرش اقول مختلفه قوي عندنا يعني مثلا زياده 10% في حاجات زي 10% انما مش مختلفه كتير عن الوضع عندنا هنا في مصر بتبدا تاخد كوارتر امتى؟ الحقيقه النقطه دي انا مش عايز اقول لكم معلومه غلط مش عارف هل تقدر تاخد كوارتر من اول يوم تشتغل فيه ولا من بعد ما التصحيح العمل المؤقت يخرج لك من مكتب الاجانب كويس؟ لما كنت خلاص وصلت؟ طيب مش هاخد بالي طيب تكلم مش الحقيقه ما اقدرش يعني احدد بالظبط هل هي من اول يوم ولا من بعد كده بعد ما تصلح عمل مؤقت صعب ولكن في الحالتين يعني انت لو شغال فتره معينه ما اظنش انها تبقى اكسكلود من المرتب يعني بس هناخد اخر سؤال ده يا جماعه لو في حد عنده سؤال ثانيه مفيش خالص اتفضل لا بقى انا قلت لكم يا بص انا قلت لكم لو انت تطلع بوستاتيون عادي خالص من اي وقت ممكن تطلع من ورا وانت في سنه رابعه ممكن تطلع انا اعرف كان في زمايلنا في سنه خمسه رابعه وانا بتسافر الامتياز ده بس زي ما قلت لكم كده لو انت معاك لغه كويسه الفتره دي وعرفت انك توصل يعني تروح هناك فاولنت يعني زي ما قلت لكم التوصيف بتاعها كده ان هو ان حد بيعمل تدريب اسمه الكلام بتاعته القاعده عندنا فاولنت ولو رحت سنه الامتياز احنا عندنا الجامعه بتاعتنا والكليه بتسمح انك تعمل ست شهور حتى اقصى من الانجاز بتاع بره هيكون مقرر بيهم عندنا هنا في الجامعه يعني لو رحت مثلا ست شهور بره ورجعت في كيلو بره يعني انا كنت في المجال الفلاني وجربت كده فممكن يحسبوا لك ست شهور من سنه الانجاز بتاعك مش محتاج انك تقعد سنه كامله هنا يعني طبعا اقل من كده اكيد هتكون برضه ممتع